عرفينا بقى ايه هي النرجسيه من وجهه نظرك يا جاسمين. وانا عارفه ان الماسترز بتاعتك كانت في الشخصيه النرجسيه، فالموضوع يعني اكيد انت يعني عارفاه من الاول للاخر. بالظبط كده. بصي، هو هقول لك على حاجه. اول حاجه، احنا مش مهيئ لينا كاشخاص عاديين ان احنا نشخص النرجسيه. النرجسي حتى الطبيب النفسي بيبقى صعب عليه تشخيصه، لان هو حاله كبيره جدا، فممكن يوهم الطبيب النفسي. بس احنا ممكن نقول ايه؟ احنا ممكن نشخص العلاقه اللي احنا فيها، هل هي علاقه مؤذيه ولا لا. فلو كنت انت في علاقه، او انت، احنا هتكلم على انت، مش عشان هي النرجسيه راجل او ست، لا، النرجسيه موجوده في الستين. وارد ان النرجسيه تكون ست، وارد ان النرجسي ده يكون راجل. مظبوط. بس انا بقول انت على انها ضحيه، فالضحيه مؤنثه. اوكي، فهنتكلم بهذا الايه. طيب، لو انت او انت في علاقه، والعلاقه دي كانت مع شخص عنده خمسه من الصفات التسعه اللي انا هقول عليهم دلوقتي، ممكن نقول عليهم ان هو شخص نرجسي. ما ينفعش واحده، ما ينفعش اتنين. وفي فرق ما بين انه عنده صفه نرجسيه او انه عنده اضطراب للشخصيه النرجسيه. ويعني ايه اضطراب؟ يعني انا عندي اضطراب في الشخصيه، فانا باثر بالسلب على حياتي وحياه الاشخاص المحيطين بيا كمان. فاول حاجه، ان الشخص النرجسي ده عنده شعور مبالغ فيه من الاستحقاق، انا استحق كل حاجه. والباقي ما يستحقش. حلو. وخدي بالك دلوقتي على السوشيال ميديا بيعلموا الناس الاستحقاق، فالناس بتتحول للنرجسيين. انت تستحق ما لم تضر. نرجسي. ايوه، يعني انت تستحق طالما انت ما بتضرش، مش انا استحق فاضر زميلي في العمل، او انا استحق فاخد ميراث اخواتي، او انا استحق. يا جماعه افهموا الاستحقاق صح، انا استحق بس ما استحقش في نفس الوقت ما ضرش حد. نرجع لمواصفات النرجسي او صفات النرجسي. عنده اوهام من النجاح والقوه، يعني شايف ان هو اللي هو احسن واحد بيعمل اي حاجه، هو اجمد واحد، وهو اللي ما حصلش، وهو اللي بيعمل احسن حاجه في احسن حاجه. يعني لو حطيتوني في اي حاجه، انا احسن واحد، مخي بيفكر احسن تفكير. لما قراراتي احسن قرارات، قراراتي احسن طبعاً. قرارات طبعا. المهم ان هو احسن حاجه في كل حاجه. تمام. عنده كمان بيستغل الغير لخدمه اغراضه الشخصيه. اغراضه، هو عنده وظيفه لكل حد. يعني انا كمان انا تعاملت مع بعض الشخصيات. برافو عليكي. هو عارف كويس قوي وظيفه كل واحد فين. يعني هستغل جاسمين في الحته دي، هستغل رانيا في الجزئيه دي، هستغل فلان في الجزئيه دي. عارفه هو بيعمل ايه؟ هو بيمسك الناس على انهم ماشيين. يعني مثلا دي زيها زي عربيتي. أيوة. يتجاهل احاسيسها، مشاعرها، هي بتحس بايه، ولو العربيه بتاعته عطلت هيعمل ايه؟ هيستبدلها، يجيب عربيه جديده. فهو على طول حاطط بدائل، يعني مش بس بيستخدم الاشخاص كده، لا، وحاطط لهم بدائل. عشان كده عنده بلان بي وبلان سي وكله. عشان كده النرجسي مش مخلص، يعني صح. ما عندوش الاخلاص خالص. صح. وامتى بقى يرجع لضحيته؟ لبعد ما يسيبها ويروح يخونها، لو تلاقي ان هي لسه فيها غرض. او اللي هي بينت له انها ممكن تساعده، او ان العربيه دي اللي انا كنت بستخدمها العربيه اللي انا كنت بستخدمها دي او هيستفيد منها لسه في حاجه. بالظبط. بالظبط كده. فهو ليه طرقه ان هو يحط الاشخاص في الاماكن المعينه. حلو. عنده دراسته بقى للاشخاص واستخداماتهم. يعني الاول، ما هي في مراحل لدخول الشخص النرجسي حياه البني ادم. حلو. اول مرحله ان هو بيبقى شخص بيرفكت وايديال في كل حاجه. ويعمل سوبرمان. ويعمل للضحيه بتاعته شاورنج، يعني وعارفه اللي هو غسيل مخ، يعني شاورنج، شاورنج لاف، غسيل مخ، يعني شاورنج لاف، هو بيغرقها حب. وكمان بيحط لها علامات، بحيث ان هي لو قعدت في الكافيه الفلاني بعد ما هو كان سايبها تبكي وتعيط وتفتقده وكل حاجه، عارفه اللي هو بيسيب لها علامات في كل حته، وهو قاصد يعمل كده. ايوه. بعد كده يبتدي يعملها دي فاليو، انت مش مهمه اصلا. انت اهم. يكسر بقى. انت يبتدي يكسر بقى فيها. يكسر فيها ويعزلها. يخليها بعيده عن الناس، بعيده عن اهلها، بعيده عن اصدقائها. وهو بيعمل تيست في النص كده، عارفه بيستخدم اسلوب السخن والبارد. هي دلوقتي جاهزه للمرحله اللي بعد كده، ولا استنى شويه غرقها شويه كمان لحد ما الطعم يمسك جامد قوي وما تفلتش. بعد كده لقيت خلاص الطعم مسك، ابتدي امر بقى وانهي واطلب الطلبات. خلاص بقى. رفضت، سيطرت عليها بقى جدا. ده تيست كده. رفضت تعمل اللي انا قلت عليه، فاقلل من شانها. انت اصلا ولا حاجه، انت يعني صحابك اللي انت بتسمعي لهم دول، هم دول اللي خربوا حياتك. اهلك دول، يبتدي يعزلها، ولا تروح لاهلها، ولا تكلم صحابها. يبقى هو المهيمن والمسيطر. صحيح. بالاضافه كده بقى، هو كمان بيسلبها اي حاجه تخليها بعد كده صاحبه قرار، انسانه، صاحبه قرار، يعني او انسانه، بيسلبها انسانيتها. النرجسي بيسلب انسانيتها.
عارفه تمام. هو بيقوم داخل كده ويستخدم بقى ادواتها كلها، يعني لو عندها كريدت كارد هو بقى بتاعه، بيستحل كل حاجه، عربيتها عربيته، كل حاجه بتاعتها، خلاص انت بقيتي ملكي بما تملكي، فانت بقيتي ملكي خلاص. دي بعد كده. طيب الضحيه بقى ساعتها تتصرف ازاي في المرحله دي؟ انا بقول لها ان المرحله دي بعد مرحله تقليل القيمه دي بيرجع هو يعمل المرحله اللي بعدها، المرحله الثالثه اللي هي التجاهل، بيتجاهلها كليتا. حلو. تفضل هي تجري وراه، طب ارجوك ارجع كلمني، ان هو كل اللي في دماغها ان هي عايزه ترجع المرحله الاولى اللي هي مرحله الشاورنج، مرحله يقوم هو يقول لها ايه، انت اللي عملت كده، انت اللي وصلتيني لكده، تقوم تتنازل اكتر، وكل تنازل بيؤدي الى التنازل اكبر واكبر. طبعا طبعا. بعد كده اهو في طريقتين بقى، لا اما الضحيه تفضل تجري وراه تجري وراه، وفي الحاله دي انت بقيتي عبدته خلاص ومفيش مفر بقى، خلاص انت هتنفذي الاوامر وتمشي على الطريق اللي انا رسمه بالظبط، او يا هتتحرمي بقى من كل حاجه، حرمان من العطف والحنان على طول، تحرمي من الميراث بقى خلاص مفيش حاجه بعد كده. المهم في الفتره دي بيستخدم طريقه الصمت العقابي. الصمت العقابي، الخصام. وبعدين هي في الحاله دي بتبقى يعني انا عملت ايه، طب انا عايزه يرجع تاني زي ما كان، طب ادي اكتر، طب احاول اكتر. انا بنصحها تستخدم طريقه اسمها تكنيك الجراي روك.